هذا وتحظى جامعة الدول العربية باهتمام كبير من قبل مملكة البحرين، إذ ساهمت المملكة منذ انضمامها إلى الجامعة بفاعلية في أعمالها، كونها تشكل أولوية أولى لها للدفع بالعمل العربي المشترك وتحقيق تطلعات الشعوب العربية. تولي مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، اهتماما كبيرا بقضايا الأمة العربية وهمومها وحقوقها، مؤكدة دعم قضاياها المصيرية وتفعيل وتطوير آليات العمل العربي المشترك والمنظمات الإقليمية التي تأتي في مقدمتها جامعة الدول العربية. فجامعة الدول العربية ومنذ فكرة تأسيسها وضعت في مقدمة أهدافها توثيق الصلات بين الدول العربية والحفاظ على استقلال الدول الأعضاء وتنسيق الخطط والسياسات بينها، بالإضافة إلى تحقيق التعاون في الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية وحماية المصالح العربية، والتعاون مع الهيئات الدولية لكفالة الأمن والسلام وتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية. لذلك ساهمت مملكة البحرين على مدى السنوات بفاعلية في أعمال الجامعة مع التزامها الأكيد بميثاقها ومبادئها، حيث ترأست العديد من اجتماعات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري لتعزيز دورها البناء في مسيرة العمل العربي المشترك من أجل الدفاع عن أهم القضايا العربية الراهنة حفظا لمصالح الدول والشعوب العربية. وتعزيزا للعمل العربي الجماعي صادقت مملكة البحرين على معظم الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الصادرة عن جامعة الدول العربية، وطرحت العديد من المبادرات لتطوير وتوثيق العمل العربي المشترك، لتؤكد بأن تأسيس جامعة الدول العربية واحدة من الخطوات المهمة في إطار توحيد الجهود العربية في مواجهة التحديات، كونها أقدم وأعرق منظمة إقليمية ودولية مستمرة في تعزيز الجهود لما فيه خير وصالح الشعوب العربية الشقيقة.